وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا الميم أظلم والأظلم أظلم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
ما شاء الله بارك الله فيك. آمين عليكم. طيب أنا ما أنا لسه افتكرت أنت تديني المعلومات اللي أقرأ بها ورش. طيب المعلومات أولا في ورش أهم حاجة المدود. طيب ففي هناك بعض الكلمات مد بدل إمام ورش بمدها حركتين بمدها أربع حركات أو ست. يعني عند الأوبشن 2 4 6 عندك أوبشن 2 4 6 تمام. فلو اخترت ال 2 هنظل معه لغاية آخر صح. القرآن. لو اخترت ال 4 نفس الكلام. تمام. مد بدل اللي هو إيه؟ آمنوا. آمنوا إيمانا أوتوا آلهة دول مد بدل. ماشي. فمد بدل وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولة وإحنا هنختار المد. ماشي. ونطول فيه. وكمان في كلمات زي طالة في صال صلاة يقرأها بإيه؟ يقرأها مفخمة فصلاة يقرأها صلاة. آه ماشي. أأنذرتهم مد بدل. ستة. ستة. أأنذرتهم قالون أأنذرتهم عشان ما فيش مد. صح أي. لكن ورش أنذرتهم لأن مد بدل. طيب أيوة هكذا. درتهم أم درتهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم عشان بعد كل بعد كل ميم الجمع. نعم. لو أتانا همزة قطع. نعم. هكذا تقرأ بصلة الميم بأربعة بأربعة ولا ستة. ستة. ستة كله ستة. كله ستة. خلاص. هنظل ستة ستة ستة. تمام. وكذلك همزة حينما تأتي مساكنة في الوسط. مثال يؤمنون فيؤمنون نقرأها يؤمنون يؤمنون مش يو هي ما فيهاش مد هي يؤمنون بس يؤمنون على تمام طول. مش يو يؤمنون لا ما فيه. لكن يراؤون يراؤون عشان في ايه مد بدل فانا مد ماشي يعني ترقيق الراء شوي على طول يبصريون ايوه بالضبط كده مثلا وبال وبال وبلا وبلا خير خيرة هم يوقنون وبلا فعندنا ثلاثة وبلا خيرة هم يوقنون وبلا خيرة هم يوقنون ستة وبلا خيرة وهكذا يعني هي الراء دي مش اسم إمالة مش إمالة مش إمالة هنا مرققة ماشي ترقيق الراء في ري را را عندنا ري أيوه عندنا ري أيوه تمام عندنا ري وعندنا را تمام فتلت حاجة خلاص فتح إمالة بين بين ماشي فورش هو صاحب بين بين طيب طيب قال وعن عثمان في الكل قللة وعن عثمان في الكل عثمان هو ورش سنأتي عليها وبعد ميم الجمع زي ما هو ميم الجمع هو يمد ميم الجمع فقط إذا أتى بعد همز. بعد همزة قطع همزة قطع اللي هو إيه مثبتة عند البدء والاستئناف. Elaboration بعد. Okay. ماشي. همزة قطع. نعم. Is the hamza that no matter what you have to pronounce it. ماشي. همزة وصل. نعم. It's only pronounced when you start. On ماشي. It. مثلا الصلاة. نعم. الصلاة. So the hamza of الصلاة is همزة وصل. Because if you bring واو in front of the hamza we're gonna say وصل. ماشي. The hamza is gone. تمام. No sound. دي همزة وصل. دي همزة وصل. تمام. أما همزة قطع. نعم. ففي كل الأحوال ثابتة. تمام. No matter what you have to bring it. طيب. So أنذرتهم no matter what the همزة والسام. صح. ماشي. ماشي. So this همزة قطع. تمام. So if you have ميم الجمع. After ميم الجمع همزة قطع. نعم. That ميم الجمع you have. That's the only time you say ميم. That's the only time for ورش that you have to prolong the ميم. خلاص. And you prolong the ميم six times. تمام. But in قالون you only prolong it twice. نعم. صلة ميم الجمع. نعم. Just like we talked about it yesterday. إمام قالون وقالون بتخييره إيه جلا أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أستقالون وما يخادعون وما يخدعون الله والذين أمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنفسهم وما يشعرون ما كانوا يكذبون يكذبون تمام مش يكذبون إن شاء الله ماشي وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذلك والغير كالحرف أولا نعم
طيب ماشي ماشي تمام تمام كذاك. حرز الأماني حرزت الأماني حرزت للمنى حرزت للمنى حرزت للمنى الحبر فهمها متقبل قول من ذاق جنى شهدها لله ما عذب من هلا 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 هلا